السلام عليكم. اولا سنشكر موقع الوانكم على هذه الاستضافه. معكم كريم بوزيس ابن مدينه خنيفره، بطل المغرب مرتين على التوالي في رياضه كونغ فو جاولونغ فو داو، حاصل على الميداليه البرونزيه في بطوله كاس محمد السادس الدوليه، كذلك حاصل على الميداليه البرونزيه في بطوله العالم التي اقيمت مؤخرا بدوله الفيتنام بالعاصمه هانوي، وكذلك وصيف بطل كأس العرش في الموسم 2016-2017. مشاريع مستقبلية، وأنني حاليا في طور الاستعداد رفقة عناصر المنتخب الوطني بطولة دولية اللي إن شاء الله غادي تكون بمدينة اليوسفية بشهر ماي إن شاء الله، بطولة كأس محمد السادس الدولية لفنون الحرب الفيتنامية، كذلك بطولة العالم اللي إن شاء الله غادي تقام بفرنسا مدينة مارسيليا في شهر يونيو إن شاء الله. من هذا المنبر تنشكر المدير التقني الوطني الأستاذ هشام بن حمادي على التضحيات وعلى المجهودات اللي تيبدي من أجلنا، كذلك تنشكر رئيس اللجنة الوطنية كونغ فو جاولونغ فو داو فوكوتريان. والحمد لله، وحنا كنا افتخار لان اول رياضه فنون الحرب الفيتناميه تتقيم جامعه ملكيه مغربيه خاصه بها. الحمد لله، وهذا الشيء هو اللي تيشيرنا اننا غادي نحو الافضل. الحمد لله. الحمد لله، حنا كنا افتخار من تنشوفوا شباب تيرفعوا بالدرابو ديال مدينتنا خنيفره، وخير دليل على هذا هو الاخ زكريا ورسام اللي تنوجه ليه التحيه من هذا المنبر، وتنتمنى ليه التوفيق في المسيره ديالو، وان شاء الله ينتظروني الناس ديال مدينه خنيفره في الملتقيات الجايه ان شاء الله، ونتمنى من الله اننا نكون عند حسن الظن ديالكم، وشكرا.